الحلقة بتقعد من 6 لـ7 ساعات 8 ساعات. لا مش يعني مش سهرة. قد ايه مدتها؟ قد ايه يعني مثلا بنبتدي من 5 لـ10 مثلا يعني. لا ما فرهاد هذا لازم ياكل كويس. طبعا الناس لازم تاكل في النص وبيرقصوا ويطبلوا وبتاع مجهود بيطلع منه. ايوه صح. طب والعريس بيجي ولا لا؟ العريس بصي على حسب. انا حتى كان في صور كنت جايباها بيبقى في بقى في كوبل كوستيمز يعني العريس والعروسه يلبسوا مع بعض جازمين والادن مثلا بلدي على حسب بقى. بس هي بس السيد وامينه مثلا هو بس اعتقد حقيقه في الحريه هو يعني اشهر محجبات اخر ساعه يعني هو احنا اخر ساعه يجي بنقول وصاحبتها بقى تدخل ومحجبات يدخلوا محجبات او كده بيخشوا. طب اشهر بقى الشخصيات اللي بيلبسوها هي الادن وجاسمين دلوقتي اكتر حاجه بتطلب. بس طبعا اساسي اللي هو الجلابيه الصعيدي وهي تلبس برده جلابيه صعيده برده بيبقى حلو جميل قوي. لا الناس بتحبه قوي برده. ايه رايكم في الجلابيه بارتي؟ حلو جدا. ايه رايك ترسمي؟ حلو قوي. ده هي بتقول لك احنا الاثنين هنسالها بقى على لبس العروسه. عايزين نعرف لبس العروسه في الحنه بتلبس ايه. بصي احنا ده برايدل كوستيم. هاي صوره علاء الدين وزهره قدامنا. اهي ده اللي بقى بس ده عايز طبعا عروسه رشيقه وعريس رشيق يعني ما ينفعش اللي كان عايز زي مامته يلبس اللبس ده خالص. لا بس بيبقى في سايزز من الحاجات دي كلها. انا عايز اسالك لو وزن العروسه مليان شويه انت ازاي بتتفادي هي نفسها تلبس حاجه زي كده؟ لا في سايزز بتبقى موجوده ولو كده انا بتعرفي يعني تظبطي على مقاييسها موجود. هي بتيجي بنظبط لها الكوستيمز ما ينفعش اقول لها لا يعني مهما كان وزنها ايه يعني مش هضايقها ان انا اقول لها لا مش هعمل لك عشان وزنها. ينفع نرسم لبعض؟ يعني ممكن ارسم للميس؟ لا ملاش ممكن اتعلم كل ما ممكن ارسم للميس. هعلمك والله ما تقلقيش هتعلم. مامة العريس كمان بترسم الحاجات دي ولا ترسم وبتلبس؟ تلبس كوستيم؟ طبعا لازم يبقى ليها شو كده. ورينا بقى الكوستيمز. يلا نرجع نرجع مكاننا اتفضلي. يلا عايزين كمان كنا نرسم الحنه على الايد. ما لا في بيبقى في حنانات معايا بيبقوا يعني فيري بروفيشنال بجد معايا تقريبا 6 كلهم كويسين جدا بقى من النوبه وكده بيرسموا حنه حلوه قوي في الرسم ده. الحنه القديمه ولا الحنه اللي الحنه القديمه عادي القرطاس والحنه دي كده كده دي اساسيه ما حدش استغنى عنها خالص يعني. طب العروسه نفسها بتلبس ايه يوم الحنه؟ العروسه نفسها بتلبس زي ما بقول لك ده برايدل كوستيم بقى على حسب هي عايزه تلبس كام كوستيم. في ده هواين تقلع بقى وتغير. ده العروسه بتتعب اليوم ده يا شيخ حسن عشان كده هو فعلا يفضل ما يكونش قبل الفرح بيومين ثلاثه بالظبط لان لازم تريح ثاني يوم يعني بتلبس بقى مثلا جلابيه بتلبس لبس صعيدي بتلبس صعيدي اسبانيول بنشوف بقى من كالتشرز مختلفه يعني بنشوف على حسب. كلمينا عن ده كوستيم اللي هو اللون جرين ده هواين هواين ده بنخرج عليه على اغاني انجلش كده بتبقى لطيفه طبعا بنقلب عربي بعديها اغنيتين او حاجه على حسب المود يعني على حسب الجو والناس عايزه ايه. وده اسبانيول وفي برضو هناك الابيض الابيض ده برايدل كوست.